على محمد وعلى محمد. نحن اليوم أمام هذه الروضة الطاهرة، روضة الشهيد هاني الوسطي الذي استشهد في ثورة التسعينات. لازلنا نتذكر ذلك اليوم الذي خرج هذا الشعب مواصلا سنة بعد سنة مطالبا بحقوقه العادلة. لازلنا نتذكر هذا الشهيد الذي قضى متأثرا بالرصاص ولا زال لم يحاسب قاتله. دائما في خروجنا لذكرى الشهداء نطالب بالقصاص العادل إلى قتلة هؤلاء الشهداء. نحن لا نطلب شيء استثنائي أو شيء خارق، وإنما نطالب بالعدالة التامة من أجل هؤلاء الشهداء، من أجل أن ينالوا حقهم وينال هذا الشعب حقه. نجدد معهم هذا الاستمرار الذي لن يثنينا أبدا، وسنبقى نطالب بالقصاص من قتلة الشهداء دائما طالما نحن باقيون في هذه الساحات وفي هذه المطالبات الحقة من أجل هذا الشعب. قضى هذا الشهيد وقضى شهداء قبله وشهداء هذه الدورة الذين يطالبون بحقوقهم وحقوق هذا الشعب. نطالب بأن ينال قتلة الشهداء نصيبهم من العدالة، ونجدد عهدنا لهؤلاء الشهداء بأننا باقون مستمرون في ذكراهم ومستمرون في مطالبهم ومطالب القصاص من قتلتهم. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.